واهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتي انا اياد ابو غوش، مستمرين ومكملين فيديوهاتنا التسويقيه. وفيديو اليوم راح احكي لك فيه عن 5 افكار انت ممكن تستخدمها كصاحب بزنس او كمسوق الكتروني او اي شخص مهتم بنشر محتوى على صفحاته، على مثلا على فيسبوك او على حسابات انستغرام، سناب شات، لينكدين، تويتر، اي منصه تواصل اجتماعي كانت. انت دائما لازم انك تستخدم اسلوب التسويق بالمحتوى، لانه هو اسلوب ناجح جدا انك انت دائما تقدم محتوى مفيد لمتابعينك، مش دائما انك انت تضلك بس تعرض منتجاتك والبرودكت والخدمات اللي عندك، لازم يعني تنوع لهم بالمحتوى. بس هذا المحتوى ممكن يعني صراحة انه يكون من اصعب الامور اللي انت عليك انك تطبقها. يعني انا بتذكر كمان من فترة قصيرة كنت عم بقرأ الدراسة، وهاي الدراسة كانت صراحة هو هيك عنوانها، انه شو هو اصعب تحدي بالنسبة للمسوقين الالكترونيين. وانا تفاجأت صراحة من الاجابة اللي توصلوا لها بهاي الدراسة، لانه برأيي كان هو النمبر 1 اللي كل الناس بتستصعبه، انه من وين اجيب افكار للمحتوى. انا لما بدي اعمل تسويق بالمحتوى، من وين بدي اجيب هاي الافكار؟ الافكار ممكن تستنزف بعدين، ممكن يصير عندك مايند بلوك، ممكن يصير عندك فترة تمر عليك انت ما عندك افكار، او انك انت اعطيت بما فيه الكفاية وحاليا ما عندك انه محتوى جديد انك تقدمه. فكانت الدراسة لا مش هيك، كانت اصعب تحدي بنطبق على الديجيتال ماركترز او المسوقين الالكترونيين، اللي هي عمل استراتيجية او عمل بلان شاملة عامة. هاي الاستراتيجية تمشي مع كل الأشخاص أو كل البزنس أو كل الشركات. يعني أنا اليوم عندي بالشركة أعمل استراتيجية واحدة، هل الاستراتيجية تزبط مع أي بزنس كان؟ هذا الإشي مستحيل. كل بزنس خاص يعني إله طريقته الخاصة فيه، إله هيك لمساته. لازم أنا أفهم هذا البزنس، أدرس السوق، أدرس المشترين، العملاء اللي عنده، أدرس المنافسين، أعرف الهيستوري الباك جراوند كاملة عنه من يوم ما انفتح هذا البزنس، كل دراسة الجدوى اللي عملوها وشو هم الخطوات اللي عم بمروا فيها، آخر أفكار أو سبل تسويقية استخدموها، كتير أسئلة لحتى أنا أقدر أعمل استراتيجية تتماشى معهم. فهذا هو كان التحدي الأكبر بالنسبة لنا كمسوقين. بس انا كان برايي ان هو المحتوى وما زال يعني صاحة بعد اجابتهم، اللي هي اكيد الاستراتيجي من اصعب الامور واكثرها بتاخذ وقت معي انا لكل بزنس. يعني بتاخذ يعني من اسبوعين لشهر، في شهرين ثلاثه لحتى نعملهم استراتيجي. هاي الاستراتيجي تكون شامله ونمشي عليها على خطه ثابته، ونستخدم ادوات معينه ونوصل لنتائج تكون ملموسه وناجحه بالتسويق. بس اليوم ما بدنا نحكي عن الاستراتيجي، احنا اليوم بدنا نحكي عن المحتوى، انه تسويق بالمحتوى، وشو هي الافكار اللي انا انشرها عندي كبزنس، من وين اجيب افكار، او شو الاشياء اللي استخدمها لحتى انشرها. والفكره الاولى اللي انت ممكن تستخدمها وتستغلها صراحه، اللي هي tips and tricks، وهي انه باختصار اسلوب صراحه بسيط ومفيد انت تقدمه لمتابعينك وعملائك. كيف يعني؟ يعني انا مثلا من احد الناس اللي بستغلهم عندي بالشركه السوشيال ميديا ماركتينج، هو سبا يعني مركز تجميلي، وبيعمل شعر وهير ستايلست وميك اب وكذا، والامور هاي كلياتها. فاستخدمنا مع العملاء اللي عندنا او متابعين على الانستغرام اسلوب التيبس اند تريكس، انه ننزل لهم التيبس او اللي هي نصائح. هاي النصائح نعطيهم اياها، مثلا نيجي نحكي لهم احسن 10 تيبس او نصائح لحتى انت تستخدمهم في البيت لشعرك، اوكي؟ فهم انه الكل يعني كل الناس، كل المتابعين حيعملوا سيف لهذا البوست، حيرجعوا له، حيعملوا منشن لاصدقائهم، انبسطوا لانه انا مش بس بدي اياهم يعملوا شعرهم عندي، لا برضو انا مهتم بشعرهم، انه يطبقوا هاي الاساليب التيبس، هاي النصائح يطبقوها عندهم بالبيت على حالهم او على شعرهم او على السكين او على الهيئه او اي شيء كان. فهذا من احد الاسلوب اللي هو بسيط وبنفس الوقت مفيد جدا انك انت تستخدمه، لانه بصراحه بيكون قصير، مش شرط انك تعمل لهم اياها بلوج ولا مقاله طويله ومن الحكي، وبنفس الوقت بتوصل بالضبط المعلومه اللي بدك توصلها انت، وهو اسلوب غير تقليدي. يعني انه مش كل الناس دائما بتنزل تيبس وتريكس، وبنفس الوقت هو ملفت، انه انا لما اشوف كلمه نصيحه او كلمه تيب، انه هاي لازم اشي اعرفه. مثلا بيجي بيحكي لك حدا ايفون تريكس مثلا، انه اوه والله هاي شغله معناته انا ما بعرفها بالايفون، حدا بس يعني كتير مبرمج او كذا او هيك ببعبش كتير انه وصل لهاي المعلومه. والاسلوب الثاني واللي هو الكوتس، اللي هو الاقتباسات.
طبعا الناس مغرمين بهذا الاشي، في اكونتس بس على الانستغرام وجروبات وصفحات على الفيسبوك ووين ما كان، بس بتنشر كوتس اقتباسات من ناس مشهورين كتير، ناس معروفين كتير احنا بنوثق فيهم، مؤلفين كتب او معروفين يعني مدراء تنفيذيين لشركات كبيرة، عندهم علم وعندهم شهادات وعندهم خبرات واسعة، فاحنا بنقتبس من كلامهم وبننشر هاي الاقتباسات. مثلا بنيجي بنحكي احنا هنري فورد، من احد مقولاته الحلوه جدا بالاعلانات اللي هي مثلا لما حكى انه لما بتوقف الاعلان لحتى توفر الفلوس كانك وقفت الساعه لحتى توفر التايم الوقت. فهاي من يعني اشهر مقولات له. فانت حلو مثلا اذا الاكونت عندك مهتم بالاعلانات وبتحكي للناس عن الماركتينج مثلا تنزل هاي الكوت، او اذا انت مثلا حدا مهتم نحكي على مثالنا اللي هو السبا او الصالون اللي عم نحكي عنه، بنروح بنشوف كل الاقتباسات اللي عم تحكي عن الشعر، مثلا انه جمال شعرك او 90% من جمال شعرك هو 90% من السيلفي تبعك من صورتك، او مثلا الحياة كثير قصيرة لحتى انك انت تعيش مع شعر مش حلو، او يعني الحياة نحكي مثلا كثير، او ممكن مثلا الحياة غير كاملة او غير تامة او غير رائعة، بس انه شعرك بامكانه يكون رائع وهيك. يعني في مقولات كثير انا بعرفهم هدول المقولات، فانت بامكانك شو ما كان البزنس تبعك تستخدم هذا الاسلوب. وهذا الاشي حلو انه يرتب شكل الانستغرام اكاونت عندك، يعني بترتب. هلا اذا بتلاحظ عندي على الانستغرام انا بنزل مره فيديو مره كوت، مره فيديو مره صوره، مره فيديو مره صوره، حتى بالشكل النهائي بالاخر يطلع الاكاونت مرتب، انه يكون في عندك نمط، يكون في عندك تسلسل حلو، اريح لعين المشاهد وبنفس الوقت ملفت. لما انا بنزل مره فيديو مره صوره مره فيديو مره صوره او كوت او اللي هو، فانت هيك بتلفت نظر على شغلات معينه، اللي فايت عشان الاقتباسات حيشوف الاقتباسات، اللي فايت عشان الفيديوز حيشوف الفيديوز وهيك. والاسلوب الثالث اللي هو الانفوجرافيكس، يعني انك انت تعطي الناس معلومات واحصاءات وبيانات عن هذا البزنس، توعيهم اكثر، تحكي لهم اخر دراسه قراتها عن البزنس اللي انت عندك، شو مكان المنتج اللي عم بتبيعه او الخدمه اللي عم بتقدمها، شو مكانت العلامه التجاريه او المشروع اللي عندك. حلو انك تعطي الناس، تحسسهم انك انت كبزنس مثقف كعلامه تجاريه متابعه، تعطيهم اخر الاحصاءات اخر بيان. هذا احد الاهم الاسباب اللي نجح شركه ابل تبعت الايفون كلنا بنعرفها، فانه هم بيجوا دائما بيحكوا للناس انه شو اخر الاحصاءات، شو اخر المواد اللي استخدموها على شكل انفوجرافيكس، ليش لازم تشتروا الايفون عشان في 1 2 3 4 احنا بنصنعه من كذا كذا كذا. هاي كلها انفوجرافيكس، انك انت تعطيهم انفورميشن معلومات على شكل جرافيكس للمتابعين، وهي جذابه جدا للعين، وفي ناس كثير بتهتم بهاي المعلومات وراح تضلها راسخه بذهون. والاسلوب الرابع اللي ممكن تستخدمه او لازم تستخدمه وممنوع انك ما تستخدمه، اللي هو الفيدباك او الريفيوز التقييمات، او بشكل عام انا بحب استخدم المصطلح اللي هو تيستيمونيالز، اللي هو اراء المشترين او اراء المستخدمين. يعني لازم يكون في عندك قسم خاص مشبع هذا القسم بالحسابات تبعتك عن اراء الناس فيك، حتى اذا بتعملها هايلايت على الانستغرام زي ما انا عامل على الانستغرام، في مكان بس للناس شو بتحكي عني، للناس اللي اشترت الكتاب، للناس اللي عملت لي كومنت على اليوتيوب، للناس اللي استفادت وطلعت فلوس، للناس اللي اخذت زباين، للناس اللي بتحكي لي كلام حلو، تعليقات حلوه، اشياء لفتتني وجذبتني وهيك، فكلها لازم يكون في عندها. هذا اشي مهم جدا، وبنفس الوقت هو محتوى، لانه بصراحه انا كشخص جديد فايت عندك على الاكونت ما بعرف مين انت، فلازم لازم لازم اشوف اراء الناس عنك، الكومنتس، الريفيوز، الفيدباك، شو الناس حاكي عنك لحتى انا اتعامل معك، لانه انا فايت عندك جيت من اعلان او جيت من حدا بس ما بعرف. وهو بصراحه الريفيوز سلاح غير مباشر للورد اوف ماوث. وورد اوف ماوث انه انا اجي احكي لفلان تعالي فلان انا جربت منتج احمد واحمد منتج رائع وكذا كذا فتجربه، وهذا هو الريفيوز بشكل غير مباشر، سلاح، هو سلاح لازم انت تستخدمه كword of mouth. وليش سلاح؟ لأنه دائما بيعطي طمأنينة، بيعطي ثقة أكثر للعملاء، بيعطيهم مصداقية، بفرجيهم مين أنت، بيحكي لهم عنك أكثر. حتى لو كنت أنت بزنس جديد، أنا كثير بشتغل مع ناس بيجوا بيحكوا لي إياد إحنا كبزنس لسه ناشئين، أوكي قطاع ناشئ، فبنيجي ما عندنا محتوى ننشره،
اول شيء بعمله بحكي له اعطيني من المنتج اللي عندك انت عم بتبيع فيه، اعطيني عينات 100 حبه، وانا بروح بوزع هدول العينات على اشخاص، بحكي لهم تفضل سيدي تجرب هذا المنتج وفوت اعطيني رايك بليز، او ابعث لي فويس مسج، او صور حالك فيديو انت بتستخدمه، او اكتب لي كومنت اللي هو هدول 100 عينه او 100 قطعه انا بدي اوزعهم عينات لحتى انت تعطيني رايك. انا كبزنس جديد ما عندي لسه اراء، لازم يكون عندي اراء الناس، لازم يكون عندي ريفيوز، ما بطلب منه فوت اعطيني 5 نجوم لانه هذا فيك وهذا حرام، بفوت بحكي له لا فوت اعطيني رايك بكل مصداقيه وشفافيه، تجربتك شو التجربه اللي حسيت فيها، بكون انا عارف انه منتجي هاي كواليتي، جودته مرتبه، بروفيشنال، كل اموره تمام، لما يجربه راح ينبسط، بعطيه از جيفت هديه هذا منا انك جربه واعمل لنا فيديو عنه او اي طريقه كامله للريفيو. حتى الريفيوز انا متوقع لها مستقبل مبهر جدا، يعني كيف هلا الناس مدمنه على لايكس ومشاهدات وفولورز، راح يجي يوم من الايام الناس تكون مدمنه ريفيوز وتقييمات، وانا بتاكد من هاي المعلومه. ليش؟ لانه شوف مثلا على ابسط مثال، نحكي على اوبر وكريم او اي تطبيقات اللي هم للتكاسي والمواصلات، هاي انت اذا بتطلع فيها لازم تقيم انت السائق والسائق يقيمك، صح ولا لا؟ لحتى يكون في مصداقيه اكثر، بالمرات الثانيه تاخذ حذرك من هذا السائق او السائق ياخذ حذره من هذا الراكب، صح ولا لا؟ فبالتالي انا بتوقع انه هذا الموضوع يتطور، مش بس يضلوا على مستوى انه التطبيقات اوبر وهيك، لا يصير اي شيء على مستوى لو فتت انا بدي اشتري كوفي او بدي اشتري بيبسي او اي شيء كان، او حتى على مطعم وانا عنده مباشره دفعت حيحكي لي قيمني وانا اقيمه مباشره، بعد ما اقيمه كمان هو يقيمني انا كعميل وهو هذا، وهذا حكي انا يعني بتمنى انه يصير وبتوقع له نجاح مبهر، وهو طبعا احد اهم اسباب نجاح الامازون، انه انت كمان يعني المنتجات السيئه ما لها وجود بالامازون ابدا ابدا. ليش؟ لانه بعد فتره الامازون اصلا، يعني اللي بتابعني على فيديوهات الامازون اف بي اي، لما بنبيع على امازون لازم ان نجيب تقييمات لحتى الناس تشتري منتجاتنا، فبالتالي المنتجات اللي عليها تقييمات سيئه مباشره امازون بتمحيها، بتحكي له خد عمي الله معك، خد بضاعتك وروح، ما بتلزمنا انت هون. فهذا كمان من اهم الاسباب اللي نجحت امازون. والاسلوب الخامس اللي ممكن تستخدمه، ويا حبذا لو انك عملت زي فورم وهذا الفورم انت اشتغلت عليه اكثر من ما انه يكون مجرد بوست بس، واللي هو البولز اند كويز، اللي يعني انك انت تستخدم اسلوب الاستطلاعات او اسلوب الاختبارات، انك انت مش دائما لازم انك تنشر محتوى صور فيديوز كلام اقتباسات كذا كل الاشياء اللي حكيناها هلا، لا لازم كمان انك تخلق تفاعل ونقاش بينك وبين الجمهور او بين الجمهور، يعني بيناتهم بين بعض اصلا، لازم انت تخلق لهم هذا الشعور، يجي تفتح معهم هذا الاستطلاع، شو رايكم كذا كذا لو نعمل هيك هيك هيك، وخذ نقاش وخذ استطلاع، خذ بيانات منهم وفيدهم وكذا، يعني خلي في نقاش بيناتكم، حتى ممكن تعملها على شكل فورم، وهذا الفورم تسالهم فيه اسئله معينه، بتحكي له اذا بتعبي لي مثلا كذا كذا اسمها سيرفي هاي او شيء، بحكي له عبي لي اجاباتك هون كذا كذا كذا، لانه انا مهتم كثير اني اطور البزنس تبعي على حسب انت شو بتحب يا عميل، لانه انا مهتم كثير بانت كعميل انك يعني اطور لك منتجات حسب رغباتك، كل الامور هاي، لانه اول اخير همنا احنا كبزنس نضلنا نتطور، ما بدنا يصير فينا زي ما صار مع شركه كوداك تبعت الكاميرات، انه كل الكاميرات صارت رقميه وهم للاسف طفوا اغلقوا لانه ما تطوروا وما واكبوا التكنولوجيا، زي شركات كثير مثلا منها تويز ار اس كانت موقعه، شركه امازون دفعت لهم اخر فتره بتذكر 51 مليون دولار مقابل انهم يفسخوا العقد معهم، تخيل امازون اجى حكى على حاله اوكي انا موقع معهم عقد انه الالعاب كلها اللي بامازون تنباع من تويز ار اس، بس بالمقابل تويز ار اس ما عم يطور العابه، وحكينا لهم اكثر من مره طوروا مش راضين يطوروا، فاجى شاف الشرط الجزائي عشان يفسخ معهم العقد كم 51 مليون، تفضل هاي 51 مليون احكي لك هاي كمان 60 مليون يلا روح. فبالمقابل ايش انا لا بعد ما ادفع 51 مليون انا هدول بفتح على حالي افاق جديده، بتطور بشوف العملاء شو بدهم. طبعا هذا ليش وصل للمعلومه هاي؟ بعد استطلاع وعرف اجابات من العملاء انه العاب تويز ار اس ما عم تبسطهم، ما عم بيشتروها، ما عم بيحبوها، لانه تويز ار اس ما تطور كبزنس، ضلوا راكد مكانه وما عم يمشي يواكب شو الجيل الجديد بده. وهذا بوصلنا لمعلومه جديده حلوه خليني احكي لك اياها، اللي انه حتى الغرامات ببعض الاحيان ممكن انها تكون تفيدك، ادرسها انت، شوف انا كم الغرامه اللي ممكن ادفعها وانا متاكد انها راح تفيدك في بعض الحالات طبعا.
وبكل تأكيد في أفكار كتير لنشر المحتوى. أنا حبيت أشارككم أحلى 5 أفكار أنا بطبقها على كل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم نديرها عندي بالشركة لكل العملاء، ووجه لهم كل الاحترام لأنه هم كمان متابعيني أصحاب هدول البزنس ومدراء هاي الشركات. فبالتالي أنا إذا كنت أنت مهتم بأحد هاي الأمور، احضر الفيديوهات اللي راحت، استنى الفيديوهات الجاي. كان معكم إياد أبو غوش، وبنشوفكم على خير.